أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض الدورة الثانية، الفرد الأول للدورة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس، نشوف نموذج للفرد الأول الدورة الثانية بالنسبة لمادة اللغة العربية للمستوى الخامس أو ما يسمى بفروض المرحلة الثالثة. نأخذ نموذج الفرد الأول الدورة الثانية مادة اللغة العربية بالنسبة للمستوى الخامس. لخاصكم تعرفوا أن كل مكون يتنقط على 10 نقاط، والنموذج عتلقاو على شكل PDF في الوصف. وغنخدمو في هاد الفرد اللغة العربية مكون الصرف والتحويل والإملاء. إذا نبداو على بركة الله. والسؤال الأول، إذا عندكم جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، إذا هنا أحول الأسماء إلى الجمع المطلوب. إذا عندنا الاسم نحوله جمع مذكر سالم، وعندنا الاسم نحوله جمع مؤنث سالم. اذا بالنسبه لجمع مذكر سالم كيكون مرفوع، اذا كنزيدو واو ونون، اذا نقولوا اذا مبتكرون، اذا مبتكرون، اذا مبتكرون، اذا نكتبوا مبتكرون، مبتكرون، مبتكرون. اذا بالنسبه للكلمه أو الكلمة الأولى مبتكر مبتكرون، العامل العاملون العاملون، إذا العاملون. نعم، إذا تقول دابا جمع مؤنث سالم، عندنا طاقة، إذا نزيد ألف وتاء، إذا طاقات، إذا نكتبو طاقات طاقات. نعم، إذا نشوفو المبدعة، إذا المبدعات المبدعات المبدعات، إذن المبدعات. نعم، إذن سلينا الجدول الأول. تقل السؤال الثاني، املأ الفراغ الآتي بجمع مؤنث سالم مناسب للمعنى واضبطه بالشكل. إذن وصلتي، إذن وصلتي، إذن الشاحنة، إذن شنو نقوله، إذن فاعل، إذن نقول وصلتي الشاحنات جمع مؤنث سالم، إذن الشاحنات، إذن وصلتي الشاحنات، وصلت الشاحنات، إذا الشاحنات المحملة، إذا وصلت الشاحنات المحملة بحرف جر، إذا المساعدات، إذا اسم مجرور، إذا نقولوا بالمساعدات، إذا بالمساعدات، بالمساعدات، إذا بالكسرة، إذا هنايا بالمساعدات. نعم، إذا إلى، إذا إلى كذلك حرف جر، إذا البلدات ستكون اسم المجرور، إذا نقولوا إلى البلدات، إلى البلدات، إلى البلدات، نعم يعني بالكسرة. ننتقل إلى المنكوبة من جراء، كذلك هنا عندنا الفيضانات، إذا نكتبوا الفيضانات، إذا الفيضانات، إذا هنا عندنا مجرور بالكسرة، إذا من جراء الفيضانات. ننتقل للسؤال الثالث، املأ الفراغ الآتي بجمع مذكر سالم المناسب للمعنى اضبطه بالشكل. إذا طلب، إذا بالنسبة لجمع مذكر سالم فهو يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، إذا طلب، إذا هنا عندنا فاعل المدرس، إذا نقول طلب المدرسون، إذا نكتب طلب المدرسون، إذا طلب المدرسون، إذا مدرسون ماذا؟ من، إذا نكتب هنا طلب المدرسون من، إذا من حرف جر، إذا المتعلمين غيكون متعلم اسم مجرور، إذا في جمع مذكر سالم غنقولو المتعلمين، إذا نكتبو المتعلمين، إذا المتعلمين، إذا يجر وينصب بالياء، المتعلمين. ماذا؟ المتفوقين، إذا عند المتفوقين اعتمد متعلمين يعني مجرور، كذلك متفوقين يعني تابع لمن يؤتي، إذا يكون منصوب ب، إذا مجرور بالياء، إذا متفوقين، إذا المتعلمين اسم مجرور، متفوقين نعت تابع لمن يؤتيه، إذا هنايا يكون كذلك مجرور بالياء، وغنقولو المتفوقين، المتفوقين، إذا المتفوقين. نعم، إذا نمشو بالنسبة مساعدة ماذا؟ كل ماذا؟ كل المتعترين، إذا كل
متعترين، إذن كل المتعترين، إذن المتعترين. إذن هنايا بالنسبة كذلك هنايا عندنا مجرور بالياء. إذن هنا سلينا السؤال الثالث، ننتقل إلى السؤال الرابع وحول جملة إلى جمع. إذن إن الممثل بارع في دوره، يزرع البسمة على وجوه المشاهد والمشاهدة. إذن إن، إذن إن حرف، إذن بالنسبة من النواسخ الحرفية، إذن كتدخل المبتدأ والخبر يعني كنصب الأول يسمى اسمه منصوب. إذا قلنا إن الممثلة، إذن هنا مادام عندنا جمع مذكر إذن هنا قلنا فهو ينصب بالياء. إذا قلوا إن الممثلين، إذن إن، إذا عكسه إن الممثلين، إن الممثلين، إذن إن الممثلين ماذا؟ إذن بارع، إذن اسم، إذن هنا ممثلين اسم إن، وبارع خبر إن. إذن بالنسبة خبر إن كيكون مرفوع، إذا قلوا إن الممثلين، وبالنسبة جمع مذكر سالم كنا يرفع بالواو. إذا قلوا إن الممثلين بارعون، إذا كملوا في نفس، إذا إن الممثلين بارعون، بارعون في ماذا؟ إذا في أدوارهم، إذا في أدوارهم، في أدوارهم. إذا فصل يزرع البسمة، إذا هم يزرعون البسمة. إذا نكتب يزرعون، إذا يزرعون، إذا يزرعون البسمة، إذا نكتب يزرعون البسمة، يزرعون البسمة، يزرعون البسمة على وجوه، على وجوه، على وجوه. إذا عندنا على وجوه المشاهد والمشاهدة، إذا على وجوه المشاهدين والمشاهدات، إذا المشاهدين، إذا على وجوه المشاهدين، على وجوه المشاهدين والمشاهدات، 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 والمشاهدات جمع مؤنث. إذا هنا يكتبنا بالنسبة للمشاهدين، إذا فهو على وجوه المضاف إليه، إذا مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. والمشاهدات إذا كذلك مجرور، هنا جمع مؤنث سالم. انتقلوا السؤال الخامس وحول الجموع التالية إلى مفرد. إذا هنا عندنا الجمع ونحولها. إذا بالنسبة مشو الإملاء، سؤال أول أكمل كلمات تالية في ألف لينة. إذا عندنا نحاول نكتمو ألف ممدودة، ألف لينة يعني ألف ممدودة أو ألف مقصورة. إذا عندنا الحصى، عندنا رؤية، المنتهى، بلا، بكاء، عفا، التقى، قضاء، استوى، رجع. إذا الحصى بالنسبة الحصى فهي تكتب بألف مقصورة بهذا الشكل، إذا الحصى. إذا بالنسبة رؤية، إذا الرؤية تكتب بألف ممدودة، إذا بهذا الشكل عندنا رؤية، إذا بألف ممدودة. المنتهى بألف مقصورة، إذا بهذا الشكل. إذا نشوفوا بالنسبة بلا، إذا بلا، إذا حرف يكتب بألف مقصورة بلا، إذا بلا. نشوف بالنسبة البكاء، هنا ممكن تكون أفعال كنرجعوها للمضارع. إذا هنا بالنسبة البكاء يبكي، إذا هنا بالنسبة بكاء نكتبوها بألف مقصورة، إذا ألف مقصورة، إذا عندنا هنا بكاء. إذا نرجعوا عفا، عفا بألف ممدودة، علاش؟ حيت رجعنا للمضارع أصله هو يعفو، إذا ممكن تكون هنا كنرجعو للمضارع كل قواو، إذا نكتبوها بألف ممدودة، إذا نكتبو عفا. بكى قلنا كنرجعو للمضارع يبكي، إذا نكتب بألف مقصورة. التقى يلتقي، إذا في المضارع ياء، إذا مادام ياء نكتبوها بألف مقصورة، إذا التقى. عمشو قضى، قضى يقضي، إذا في المضارع بالياء، إذا تكتب بألف مقصورة قضى. إذا نمشو بالنسبة لاستوى، استوى يستوي، إذا نفس الحاجة في المضارع كاين الياء، إذا نكتبوها بألف مقصورة استوى يستوي. نمشو بالنسبة رجاء، رجاء يرجو، إذا في المضارع واو، إذا تكتب بألف مقصورة، إذا رجاء ألف مقصورة. إذا كان هذا هو الإملاء. بالنسبة للجزء الثاني عندكم ما يملي عليك الأستاذ، يعني القواعد اللي طبقتوه في الإملاء.
إذن بهذا نكون سلينا تصعيد لهذا النموذج، منكم تكون شكرا وإلى اللقاء.